هيا يا أطفال هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهليج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد شو 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 جئناكم ندعوكم نمرح نلهو فهيا تعالوا فالوقت يطيب ويحلو شو 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 لا 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 فقرات فبها سوف ألغاز وهدايا ولنا لكم مفاجأة شكراً. مساء الخير، مرحبا بكم في هذه المناسبة السعيدة اللي هي عندنا مناسبتين اليوم، هي اليوم العالمي للطفولة إن شاء الله أول جوان، وثاني عندنا يوم الأحد. وش كان يوم الأحد؟ عيد الأمهات. إذن يا أطفال تحبوا أمهاتكم؟ وش رأيكم نبدأو بالأغنية اللي درتها خصيصا لعيد الأم، خصيصا اللي درناها لعيد الأم، نقول فيها نحبك ماماتي نحبك أباتي حبكم يجري في دمي، تعرفوها؟ يلا نغنوها كامل مع بعض. نحبك يا أمي كامل. لا نحبك ماماتي نحبك أباتي يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. يلا أتعبت في تربيتي خلوقي وأدبي أتعبت في تربيتي خلوقي وأدبي وكذا راحتي نورت لي دربي وكذا راحتي نورت لي دربي. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. نحبك ماماتي نحبك أباتي لا أقول لكما أف ولا أنهركما لا أقول لكما أف ولا أنهركما أنا عاملكم بلطف وانت أمركما أنا عاملكم بلطف وانت أمركما. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. نحبك ماماتي نحبك أباتي انتم حياتي وسر سعادتي.
يا رب ارزقهما جنة من الجنات، يا رب ارزقهما جنة من الجنات، واغفر لهما الذنب يا رحمن، واغفر لهما الذنب يا رحمن. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. نحبك ماماتي شكرا 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 شكرا. اذا يا اطفال يا اطفال لازم تاخذوا الراي تاع مالكم، لا اقول لهما اف ولا انهرهما، نعاملهم بلطف ونطيع امرهما. يا اخي يا اطفال برافو برافو برافو. يا اطفال عمو يزيد لكم اغنيه انا نحبها، من المفروض نبدا بها ولكن عيد الأم أسبق. هذه الأغنية نقول فيها السلام عليكم، السلام عليكم يا أخي، نقولهم السلام عليكم، قلهم السلام عليكم. كمل كمل كمل. السلام عليكم بتحية الإسلام، فحيوا بردكم وعليكم السلام. سلام عليكم بتحية الإسلام، فحيوا بردكم وعليكم السلام. بالسلام فيها سكينة واطمئنان، هي من فروق الإسلام، معناها خير وأمان. حي الناس بالسلام فيها سكينة واطمئنان، هي من فروق الإسلام، معناها خير وأمان. سلام عليكم بتحيات الإسلام، فحيوا بربكم وعليكم السلام. أوصى بها خير الأنام، عود نفسك عليها وردها بكل احترام، ستنال الأجر منها. أوصى بها خير الأنام، عود نفسك عليها وردها بكل احترام. سلام عليكم بتحيات الإسلام، فحيوا بربكم وعليكم السلام. دليل تربية وأداب ورفعات للشعوب، فيها يقين وصواب، هي ألفة للقلوب. دليل تربية وأداب ورفعات للشعوب، فيها يقين وصواب. سلام عليكم بتحية الإسلام، فحيوا بربكم وعليكم السلام. فيها سكينة واطمئنان، هي من خلق الإسلام، معناها خير وأمان. حي الناس بالسلام فيها سكينة واطمئنان، هي من خلق الإسلام، معناها خير وأمان. سلام عليكم بتحيات الإسلام، فحيوا بربكم وعليكم السلام. شكرا 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 شكرا. إذن
هي دليل تربية وأداب. إذن يا أطفال، التحية مهمة جدا في تربية الطفل. يا أخي لازم كي نمروا على الناس خاصة الكبار علينا، لما نرجع للبيت، لما ندخل المدرسة، لازم التحية. واش رأيكم دركا يا أطفال؟ عمو ياسين، لازم نقولوا سلام كي نمروا على أشخاص وعلى الكبار، ويقولوا وش يقولوا؟ صغير على الكبير، والماشي على الجالس، والراكب على الماشي. لا ها عمو يزيد يزيد يعاودها لكم، ولا صح ولا لا. برافو 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 برافو، حقيقة المر على الجالس. يا اخي اطفال، اذا تحبوا الالغاز، ما هو الشيء الذي يكتب ولا يقرا؟ تعرفوه؟ ما انتم تبعوا الحصه، تعرفوه؟ تعرفيها؟ سيالة. وبارك البراءة اللي في قلبهم على لسانهم، دونك ماشي مشكل. إذن يا أطفال، يقرأ ولا يكتب هو القلم. لغز ثاني، ما هو الشيء الذي لا تستطيع أن تحفظه إلا إذا أعطيته لغيرك؟ وش هو؟ الوعد. برافو برافو، الوعد. رجع الميكرو لعمو. الوعد، برافو برافو، هو الوعد. ما هو الشيء الذي لا تستطيع أن تحفظه إلا إذا أعطيته لغيرك؟ هو الوعد. يا أخي كاين حاجة ثانية يا أطفال، وش رأيكم؟ تحبوا مساعدة الآخرين، تحبوا ديروا الخير. برافو برافو برافو، الإنسان لازم في أي فرصة، في أي فرصة لازم يدير الخير. أنا درت لكم أغنية، أغنية خاصة بهذه المناسبة، نقول فيها ساعدني ساعدني محتاج لك. تغنوا كامل معايا ساعدني محتاج لك، يلا. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. ساعدني أرجوك سراء ضراء، في الله أخوك معناه الإخاء. ساعدني أرجوك سراء ضراء، في الله أخوك معناه الإخاء. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. يلا يلا يلا، كامل كامل يا أطفال كامل. إنني شيخ أتعبني حملي، ساعدني عليه أوصله لأهلي. إنني شيخ أتعبني حملي، ساعدني عليه أوصله لأهلي. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. يلا يلا يلا، برافو برافو يا أطفال، يلا يلا. إنني أعمى لا أرى طريقي، أوصلني أرجوك لأرجاء السوق. إنني أعمى لا أرى طريقي، أوصلني أرجوك لأرجاء السوق. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني
قم جنبي وانا جنب لك. ساعدني 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 محتاج لك، انقذني واعدني قم جنبي وانا جنب لك. انني معاق بطيء سيري كل يا معينا كم تلقى من خيري. إنني معاق بطيء سيري كل يا معينا كم تلقى من خيري. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. برافو. واسمك بنتي؟ لينا. وين تسكني لينا؟ شوفالي. في شوفالي. وين حفظتي هذه الاغنيه لينا؟ مع مويازي. في الحصه؟ نعم. تشوفي دائما الحصه؟ لا لا شاركت معك. شاركتي معايا. عمو يزيد كبر ولا ينسى؟ الله يبارك بنتي. كانت قاعده لهيك لفتت الانتباه تاعي، حافظه الاغنيه كلمه بكلمه. دوك برافو بنتي، برافو برافو برافو، شاطره. اذا هذه الاغنيه هذه درناها خصيصا لليوم العالمي واليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصه، باش نحسوا اطفالنا ونحسوا المجتمع لفعل الخير، لان المجتمع اللي ما عندوش جمعيات وما عندوش اطار يعني كيفاش تاطير فعل الخير ما يقدرش يتقدم للامام. اذا ان شاء الله يا ربي خلينا دائما 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 سبب لفعل الخير. واش رايكم دركا؟ واش رايكم؟ واسمك بنتي؟ مايا. سوريا؟ مايا. شحال في عمرك؟ 5. هكذا 5. وين تسكني؟ في ليبيا. جيتوا على رجلكم ولا بالطوموبيل؟ جينا في الطوموبيل. من البيار بالطوموبيل؟ ما تحبوش تمشوا؟ لا لا والو. شكون ما يحبش يمشي، بابا ولا ماما؟ بابا. باباك في نيال؟ ما باليش. بصح ما يحبش يمشي، يحب الطوموبيل. خلاص لازم يدير شويه رياضه بابا يا اخي. ها يا بنتي. اذا حبيت نقول لكم حاجة، باللي الطفل مهم جدا أنه يسمع أغاني تكون من الواقع الاجتماعي الجزائري. على هذا الشيء اللي احنا في كل حصة مع عمو يزيد نديروا أغنية تتغنى بموضوع الرسول صلى الله عليه وسلم وصى على السابع. وصى على السابع. سابع؟ لا لا ماشي الكبار، صغار حبيت نسمع. سابع 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 جار. إذن أوصى على السابع جار. على بالكم باللي الجار مهم جدا في حياتنا اليومية. الجار هو اللي نتلاقاو به، الجار هو اللي يرد باله كي ما يكونوش في الدار، الجار هو اللي يرد باله على الأطفال كي ما يكونوش الأولياء تاعهم. إذن أنا درت أغنية خاصة بالجار، أغنية خاصة بالجار، تغنوها كامل معايا، نقول فيها جاري يا جاري مختار، يلا تغنوا كامل معايا. جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. يلا 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 يلا. جاري يا جاري مختار، كي تغب عن الأنظار،
حالك أحسن طمني قل لي ما الأخبار حالك أحسن طمني قل لي ما الأخبار جاري يا جاري مختار يا من تسكن جنب الدار وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار جاري يا أحلى الجيران ربي أوصى والعدنان أن أسأل عنك دوما هل أكلت أم جوعان أن أسأل عنك دوما هل أكلت أم جوعان جاري يا جاري مختار يا من تسكن جنب الدار وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار أهل الدار جاري ما حال الأولاد عيد أمتنا قد عاد جاري ما حال الأولاد عيد أمتنا قد عاد جاري يا جاري مختار يا من تسكن جنب الدار وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار يا من تسكن جنب الدار وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار برافو 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 يا أطفال يا أطفال الجار تحبوا الجار كي ما تكونش ماما في الدار ولا ما يكونش بابا في الدار نروحوا عند الجار يا أخي فوالا إذن لازم دائما تكون حسن الجوار حسن الجوار يا أطفال يا أخي تحب الجار ديالك نعم تحبه واسمه وليد جاركم اللي تلعب معه عندك وليد جاركم تلعب معه ما عندوش انت عندكم وليد جاركم الوحي بنت جاركم اللي تلعبي معها واسمها رشا صديقتك كي ما تكونش ماما في الدار تروحين عندهم لا نبقى في الدار اروح عند خالتي تروحي عند خالتك تري بيان اذن الجار مهم في حياتنا اليوميه يا اخي قبل ما نروحوا لواحد الاغنيه على بالي تحبوها كامل هذه الاغنيه راحين تحبوها كامل تحبوا نحكي لكم حكايه تحبوا نحكي لكم حكايه صغيره شويه واحد النهار كان واحد الطفل هذا الطفل رامي يسكن في قرية وعنده مسؤولية لازم يرعى الغنم نتاع والديه يبعتوه في العطلة يروح يرعى الغنم هو كي يروح هكذا يخلي الغنم هكذا ترعى تاكل العشب كامل واش يدير هو يقعد تحت واحد الشجرة هكذا يقول دركا وكان نروح نقول لهم بلي وجاني الديب حب ياكل الغنم ديالي ونتمسخر بهم ونشوف واش يديروا يروح للقرية يقول لهم وجاني الديب يخرجوا كاع سكان القرية هذوك ويجوا معاه يروحوا معاه كي يلحقوا وين راهم الغنم وكامل يسيبوهم بلي ما كان لا ديب لا والو يقولوا له كذبت علينا يبقى يضحك ويقول لهم ايه من بعد يروحوا هما كي يروحوا يقولوا له صح اشفع عليها ومن بعد يومين من بعد يعاود ثاني يكون تحت الشجره هكذا هو يرعى الغنم هكذا ويقول لهم مع روحه هكذا وكان نروح نقول لهم دركا باللي وجاني الديب يروح ثاني للقريه يدخل يجري هكذا
ويقول لهم جاني ديب جاني ديب جاني ديب، يقولوا له ايه خلاص نجو معك. وبعد يجو معه كامل، يجو معه كامل، بعد ما يسيبوش الديب، كيما يسيبوش الديب يقولوا تمسخرت بينا، هو يضحك صحة. سمعنا من بعد كان قاعد هكذا تحت الشجرة يرعى الغنم، واش يسرى؟ جاه الديب تاع الصح، جاه الديب حب ياكل الغنم هذوك، راح للقرية يجري يقول لهم او جاني الديب حب ياكل. قالوا له لا لا تمسخر بينا تمسخر بينا، ما حبوش يروحوا معاه وخلاوه وحده مع الديب. فهمتوا يا اطفال؟ في الدنيا هذه ما لازمش تكذب. لماذا؟ لانك لما تكذب كي تكذب ما يزيدوش يامنوك. وعمو يزيد جاب لكم اغنيه، هذه الاغنيه نقول فيها اني اوصيك يا طفلي اياك والكذب، ونقول فيها كذلك حتى وان كانت بيضاء فليس للكذب الوان. الكذب هو الكذب، ما كانش كذبه بيضاء وكذبه كحله. يا اخي يلا كمل معايا اياك والكذب. إني أوصيك يا طفلي إياك والكذب، إني أوصيك يا طفلي إياك والكذب، فاصدق دوما في القول فالصدق من حسن الأدب، فاصدق دوما في القول فالصدق من حسن الأدب. حسن الخلق وقل الحق مهما يصير، كن دوما حسن الخلق وقل الحق مهما يصير، فإن صمت لسانك بالصدق تلقى الحب مع التقدير، فإن صمت لسانك بالصدق تلقى الحب مع التقدير. مزح مع الرفقاء فالكذبة تبقى بهتان، سواء مزح مع الرفقاء فالكذبة تبقى بهتان، حتى وإن كانت بيضاء فليس للكذب ألوان، حتى وإن كانت بيضاء فليس للكذب ألوان. علمنا الدين يا إخوان في الكتاب والسنة، علمنا الدين يا إخوان في الكتاب والسنة، للكذب نار وخسران والصدق طريق الجنة، للكذب نار وخسران والصدق طريق الجنة. أوصيك يا طفلي إياك والكذب، إني أوصيك يا طفلي إياك والكذب، فاصدق دوما في القول فالصدق من حسن الأدب، فاصدق دوما في القول فالصدق من حسن الأدب.
شكرا شكرا. تحبوا العطلة؟ برافو برافو يا أطفال. وش رأيكم؟ تحبوا ألعاب الخفة؟ يلا دركا دركا نعيطوا لعم إبراهيم اللي جانا من مدينة الشلف خصيصا باش يكون معكم يا أطفال في ألعاب الخفة. يلا عم إبراهيم. أطفال السلام عليكم. اليوم جاكم ساحر أو لاعب الخفة في حلقة من حلقات عمو يزيد. حابين تشوفوا لعب خفة؟ راكم مقلقين باش تشوفوها. برافو برافو. واش قلتي لي بنتي؟ واش قلتي لي؟ زومي مشتاق. شكون اللي عنده بلاك نكته يحكيها لنا؟ عندكم نكت؟ شكون اللي عندك نكته؟ هيا احكيها لنا هاك. يا اطفال يا حلوين اشربوا الحليب بالصحه والقوه اسالوا الطبيب اشرب على مهلك واشكر الإله لازم تشكر ربك أبدأ لا تنسى. برافو برافو برافو. عندك نكتة بنتي؟ يلا احكينا نكتتك. واحد نهار كان واحد طفل ما يعرفش يقرأ، قالت له الشيخة تحم عنا عندنا حرف جديد يسموه الآه، ولد عمو حط له شوكة قعد عليها قال آي وكان التلاميذ صفقوا عليه. واش واسمك بنتي؟ قولي لهم حاجة. ها؟ قولي لهم حاجة. ربي يسون إن شاء الله ربي يسون. واش بنتي؟ عندك نكتة ولا واشن؟ واش عندك؟ في الكتاب غنية. يلا نسمعوا لها. هاي يا أطفال يا حلوين اشربوا الحليب بالصحة والقوة اسألوا الطبيب اشرب على مهلك اشكر الإله لازم تشكر ربك
ابدا ما تنساه. برافو 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 برافو. وش عندك نكته ولا اغنيه؟ ها نكته، يلا احكي لنا نكته. تعكسنا تقدم هنا. هلا كان واحد الطفل ياكل في الزيتون، حد وحبة سخسين معها، قال نافدها، قال لها لا لا فيها الميكروب. مبطحت له الشلاضة، قال لها نافدها فيها الميكروب. مبطحت له جداته وقالت له يمه، وقالت له يمه روح رفدها، قال لها الولد لا لا فيها الميكروب. يا أطفال راح نغني لكم أغنية على بالي تحبوها كامل، نقول فيها بذلنا جهدا ودرسنا ولم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا وها نحن اليوم في عطلة. تحبوا العطلة؟ يلا نغنوا كامل أغنية العطلة. بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا وها نحن اليوم في عطلة. بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا وها نحن اليوم في عطلة. وها نحن اليوم في عطلة، جاءت العطلة جاءت العطلة، فبها نحن مسرورين. جاءت العطلة جاءت العطلة، وكم بنجاحنا فرحانين. بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا وها نحن اليوم في عطلة. نلعب ألعابا جميلة ممتعة ومفيدة، نمرح ساعات طويلة نمضي أوقات سعيدة. نلعب ألعابا جميلة ممتعة ومفيدة، نمرح ساعات طويلة نمضي أوقات سعيدة، نمضي أوقات سعيدة. جاءت العطلة جاءت العطلة، فبها نحن مسرورين. جاءت العطلة جاءت العطلة، وكم بنجاحنا فرحانين. بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا وها نحن اليوم في عطلة. أساعد أبوي في البيت، أسافر أرسم أقرأ كتب، أعرف كيف أنظم وقتي لا أمضيه لهوا لعبا. أساعد أبوي في البيت، أسافر أرسم أقرأ كتب، أعرف كيف أنظم وقتي لا أمضيه لهوا لعبا، لا أمضيه لهوا لعبا. جاءت العطلة جاءت العطلة، فبها نحن مسرورين. جاءت العطلة جاءت العطلة، وكم بنجاحنا فرحانين. بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا وها نحن اليوم في عطلة.